الحقيقة كثير من الأولياء قلقين جدا حول هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة اللي من الممكن أن تنتشر بين الطلاب في بعض المدارس في سويد. لهذا أطلقت كثير من المدارس تحذيرا لأولياء الأمور حول هذا التحدي، ومن المهم جدا أن تأخذ الأولياء مسؤوليتهم حول البدء بالحوار مع الأطفال والسماع آرائهم بهذه الظاهرة وكيفية تجاوز هذه المحنة. نتمنى أن نكون صريحين وواضحين تجاه أطفالنا بأنه يجب حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل وعدم التحرش بالمقابل، وهذه الظاهرة ظاهرة سيئة اجتماعيا وخلقيا وغير مقبولة قانونيا. نتمنى أن نتجاوز هذه الفترة بطريقة سليمة بحيث يكون الطفل بوعي أن ما يتصرف تصرف غير لائق لتربية البيت والمدرسة.